السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف اشخاص في برنامج iCAD VR Render. اول حاجة اعملها ان انا هاجي هنا على الانيميشنز، هلاقي ان انا عندي اختيارين، في ان انا احط اشخاص او ان انا اضيف سيارات. اختار مثلا الشخص دوت، ما استرفش انه حاطط ايدي كده، بس لما بينزل بينزل محترم يعني. طيب اعمل سيلكت على الشخص ده مثلا، اهوت بيبدأ يجيب لي الاعداد بتاعته، فبيقول لي الشخص ده عايز يعمل ايه. مثلا تكستنج، كأنه بيكتب مثلا لاينج، طيب انا ممكن اخليه مثلا سيتنج، ممكن اخليه مثلا فون توكينج كأنه بيتكلم. طبعا اول ما بعمل عليه سيلكت بيبدا يديني امكانيه ان انا اعمل له موف وان انا اعمل له روتيت زي ما انا عايز. طيب ممكن اقول له بقى دانسينج عشان يبان حركه. طيب ممكن اعمل سيلكت على العنصر دوت او الشخص دوت، نروح دايس عليه رايت كليك، فبيقول لي انت عايز تعمله ديليت ولا دوبليكيت ولا تغير الماتيريال ولا تربطه بعنصر تاني. بيبدأ يديني اختيارات معينة، مثلا لو انا عايز اقول له موف فبيديني امكانية ان انا اعمل له موف. زي ما انت شايف في تغيير الانجل لللينس للسكيل للباص، كل اللي انا عايز اعدله اقدر اعدله بكل سهولة. ممكن تقول له ديليت لو انت حابب، او دوبليكيت لو انت عايز تعمل من نسخة تانية استنساخ يعني. ممكن نعدل من هنا، الشكل دوت.